السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الحوار بريس. الآن مباشرة وعاجل من الرباط، الآن المسيرة المليونية للأساتذة، مظاهرة كبيرة، أساتذة جو من أنحاء العالم، أنحاء المغرب عفوا، باش يطلبوا الحقوق ديالهم. وخليكم معنا في هذا البث، ومن هنا ناخذ واحد التصاريح. بارطاجيو اللايف الاخوان، بارطاجيو. خليكم معنا وبارطاجيو اللايف الاخوان، بارطاجيو. السلام عليكم. انا هضر معاهم دابا فينهم. اجي خرج بقيت تعطي التصريح، خرج عندك على برا، خرج عنده على برا، لا لا على برا، اي لا في تحسنات مشكلة، اجي خرج. يا صاحبي تبقاو تشوفوا تدير المشكل من والو، لكن جو نصدقوا هيا خرج عادي بيه هضر. واش غادي دير فيها؟ سايد 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 وهذا واش عنده شي قانون؟ يا صاحبي قانونين ما خصش يهضر معانا كاع اصلا. خرج 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 اساسي تخرجوا لنا من هنا. زوين واش انتم كما كتشوفوا الاخوان بارطاجيو اللايف الاخوان، بارطاجيو. الصوت مسموع. يحيى يحيى اجي من هنا اجي من هنا. خرجوا الناس.
كما كتشوفوا هيجان وثورة كبيرة من الأساتذة الآن في الرباط، جاو من أنحاء المغرب كامل. كما كتشوفوا هما داكشي اللي كيطالبوا به النظام المسيحي بالحرية والكرم والعدالة الجارية، إدماج الأساتذة وإطار الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية حل جميع ملفات الفئوية الدفاع عن المدرسة العمومية. I'm going to go to the hospital.
جبنا شي واحد ولا شي وحده تعطينا شي تصريح الله يسهل عليك زكريا ديروا عليه شويه. السلام عليكم ورحمه الله. استاذ زكريا سابع عضو مجلس الوطني للتنسيقيه الوطنيه لاساتذه التعليم الثانوي التاهيلي عن مديريه عين السبع الحي المحمدي. ها نحن حضرنا اليوم كل الاساتذه والاستاذات من جميع ربوع المغرب للتعبير عن غضبهم وللتعبير عن رفضهم للمخرجات التي جاءت بها الاتفاقات الاخيره للحكومه مع النقابات، وايضا للتصريح الذي ادلى به السيد وزير الاول امام البرلمان والذي يتنصل فيه من المسؤوليه ويلقي فيه بالمسؤوليه واللائمه على الساده الاساتذه والاستاذات ويقوم فيه بتحريض الاباء والامهات على الاساتذه. ونحن حضرنا هنا لنجيبه ونقول له ان الشعب معنا وان الاباء والامهات معنا ونحن نعيش معهم يوميا ونعايشهم يوميا ونخالطهم يوميا ويدعموننا ويشجعوننا، لان كرامه الاستاذ من كرامه ابنائهم ومن كرامه بناتهم. لذلك نحن جينا لنطالب اولا بسحب نظام المآسي، سحبه وتعديله في اطار الوظيفه العموميه وليس خارجا عنها. كذلك جئنا لنطالب بالعدالة الأجرية إسوة بباقي القطاعات، وأيضا نطالب بإدماج الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم تعاقد إدماجا كاملا وتاما في إطار أسلاك الوظيفة العمومية بأرقام تأجير ممركزة وليست أرقام غير محددة. ونحن في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي نطالب أيضا بالدرجة الجديدة وبتعويضات عن المهام وعن الأخطار التي يعرفها هذا السلك، ومنها حراسة امتحانات. كما تعرفون في الامتحانات الإشهادية الامتحانات البكالوريا فيها ضغط كبير وفيها مخاطر كثيرة على الأستاذ، وأيضا التصحيح إلى غير ذلك من المطالب. وشكرا لكم لكي لا أطيل عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا الشكل الاحتجاجي الذي نقوم اليوم اساتذه الثانوي التعليمي اي التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الثانوي التعليمي والتنسيقيه الموحده وياتي من اطار الاحتجاج على هذه الحوارات والحوارات التي تقومها الوزاره ونحن هنا نؤيد وبشده هذا التماطع وهذا التسليم الذي تنهجه الوزاره غير عابئه بخطر السمع المدرسي لملايين التلاميذ. كذلك ندين ما اقدم عليه رئيس الحكومه في كلمته بالبرلمان عندما دعا امهات واباء التلاميذ الى التدخل لايقاف احتجاجات الاساتذه، وهي دعوه نعتبرها نحن تحريضا مباشرا من لامهات واباء واولياء التلاميذ ضد الاساتذه. نحن نخوض هذه الاشكال النضاليه البطوليه دفاعا عن كرامتنا ورغبه في تطوير المدرسه العموميه. ما يحصل حاليا لا يبشر بالخير، لذلك ندعو العقلاء في هذا البلد الى التدخل من اجل ايجاد حلول ناجعه لهذه الاحتجاجات التي يخوضها او تخوضها الشعبيه التعليميه. احتجاجاتنا مشروعه تماما، نحن ندافع عن كرامتنا ضد هذا النظام الاستعبادي الذي ينزل علينا بالعقوبات والذي يحط من كرامة الأستاذ. لا بد من التدخل بشكل عاجل من أجل إيقاف هذا النزيف. نحمل المسؤولية لهذه الدولة التي يجب أن تتدخل فورا من أجل إيقاف هذا النزيف. ملايين التلاميذ اليوم، ملايين التلاميذ لا يدرسون، والسبب الأول والأخير
لهذا التعاطي لا مسؤول لهذه الوزارة واللجنة الحكومية. هذه الحوارات المغشوشة التي نعتبرها فخاً وضعنا فيه هذه اللجنة الحكومية. نحن نطالب الآن بأن تتدخل هذه اللجنة الحكومية من أجل تلبية مطالب الشغيلة التعليمية. مطالبنا واضحة لا غبار عليها. لذلك نحن ضد هذا التماطل وهذا التسويف وضد كذلك هذا الإعلام المأجور الذي يشن حملاته على أساتذة وعلى نساء ورجال التعليم. شكرا. خليكم معنا مشاهدين الحوار بريس، عاوتاني ناخذ شي تصاريح. فين هما الاستاد؟ ما كاش شعيبيه مقلق علينا هانيا. انا محافظ على الراحه. والله ما كيزيد. بغيت نكره شي وحده استاذه كاع. جينا بناء جيت هنا بناء على قرارات المجلس الوطني للتنسيقيه الثانويه التأهيلي، وايضا المشاركه الاخواني في التنسيقيه الموحده لهيئه التكريم. جينا نناضل من اجل العداله الاجتماعيه، نناضل من اجل كرامه، نناضل من اجل نظام اساسي مشجع ومحفز ومنصف. نقول وكتعليق لخطاب السيد حنوش، نقول له الحكومة وإن كانت لديها سقوف معينة على مستوى الزيادة في الأجر أو على مستوى نظامها الأساسي وفي تعاطيها المختلف المكافات، أنها لم تكن بمستوى المطلوب، لم تكن ذكية، اختارت أن تبتعد عن الممثلين الشرعيين الأساتذة وعن الفئة الأكبر اللي هي أغلبها مازال يقبع في السلم العاشر. فأنا اقتراح أسبقية لمعالجات أو لتحسين الأوضاع والزيادة الأجرية بصفة عامة، زيادة لجميع الفئات، وإرجاء الملفات الفئوية إلى ما بعد هذا الحراك. ايضا الاسبقيه للسلم العاشر، لان هذا السلم يعاني من حيف، فلا يعقل ان راتب موظف استاذ ثانوي تاهيلي يقبع في السلم العاشر لا يقدر على ان يبدا مساره الحياتي بمختلف تحدياته ومختلف الرهانات. صافي.
سيري كافر كما كتشوفوا مشاهدي الحوار بريس الان مستمرين في هذا البث المباشر من الرباط المسيره المليونيه للاساتذه من انحاء المغرب جاو البارح شادين الطريق واليوم راهم في الرباط كيطالبوا بالمطالب ديالهم انا هما راه متواجد غادي يمشيو امام الوزاره في الطريق للوزاره